أعود إلى جعفر كاشف الغطاء، والذي لقب بكاشف الغطاء كما هو المشهور نسبة إلى كتابه هذا كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، والذي ألفه وقدمه هدية للسلطان القاجاري لشاه إيران في زمانه، فتح علي شاه القاجار. كما قلت لكم هذا هو الجزء الرابع، وفي الصفحة 35 بعد 100، وهو يتحدث عن علاقة المجتهد، عن علاقة المرجع بالحقوق الشرعية، ومنها ومن الأحكام ومن الصلاحيات التي هي للمجتهد، ومنها أنه يجوز له، يجوز للمجتهد للمرجع أنه يجوز له، ماذا يجوز له؟ يجوز له جبر مانعي الحقوق، فهو يجبرهم على أن يدفعوا الحقوق الشرعية من الزكوات من الأخماس التي أباحها إمام زماننا، تقدم خطوة إلى الأمام. يجوز له جبر مانعي الحقوق، ومع الامتناع، يعني إذا ما مارس قوته في الضغط عليهم، مارس قوته بإجبارهم على دفع الأخماس له، ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم، يستعين بالظالمين على شيعة أهل البيت إن كانوا من شيعة أهل البيت، يستعين بالظالمين على الشيعة، على شيعته هو، على شيعة المراجع، أو بمعونة الجند، يأتي بالقوات العسكرية، يأتي بالشرطة كي يجبر الشيعة على دفع الأخماس. ماذا تقولون أنتم؟ هؤلاء هم مراجعنا العظام، لصوص هؤلاء أو ليس لصوصا؟ هل نستطيع أن نحسن الظن في هذا الرجل؟ هذا مجرم بتمام معنى الكلمة. الجزء التاسع من وسائل الشيعة للحر العاملي، وهذه طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، في صفحة 45 بعد 500، إنه الحديث السادس من الباب الرابع، بسنده عن يونس ابن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله، عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، يشير إلى الخمس، وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، يشير إلى يوم القيامة، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذا منطق أئمتنا، وهذه رحمة الأئمة بشيعته. هذا الرجل يقر بلسانه، يقول: تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، ولكننا نظلمك يا ابن رسول الله، وإنا عن ذلك مقصرون، نحن مقصرون، لا نعطيك حقك. الإمام هكذا قال له: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذا منطق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين زمن الحضور، في زمن الغيبة توقيع إمام زماننا واضح، وأما الخمس فقد أبيح للشيعة وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا المرجع المجرم، هذا مجرم، مجرم، هذا لص بشكل رسمي. يجوز له جبر مانعي الحقوق، ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة جند. هو في الحقيقة الشيعة يستأهلون هذا، ويستأهلون أكثر من ذلك.